لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع بحث السلفية، ووصلنا إلى قول المصنف أصول الأصول العلمية للدعوة السلفية، وهي ثلاثة أصول. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأصل الأول هو التوحيد، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الأصل الثاني وهو الاتباع. يقول: بعد أن يعلم السائر في المنهج السلفي توحيد الله سبحانه وتعالى حسب أركانه السالفة، فإنه يتوجب عليه إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وذلك تحقيقا لقوله أشهد أن محمدا رسول الله. مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تفرده بالاتباع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل كلام الله تعالى من جهة القبول والاعتقاد والعمل. يعني أنت زي ما بتقبل كلام الله سبحانه وتعالى وتدين الله عز وجل به وتصدقه، فتقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقه وتعتقده، وكذلك كما أنك تعمل بالقرآن وما ورد فيه من أوامر وما ورد فيه من نواهي وغير ذلك، فكذلك تعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه في ذلك. طب ليه؟ لأن هذا وهذا من الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى ولا يحرم ولا يحل في أمور الدين شيئا من عند نفسه، بل بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما أوحي إليه، وكما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كان أمر السنة كذلك، فإنه يشملها جميع أحكام التكليف. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الواجب وفيها المندوب، ووردت بتحريم أشياء، يعني من السنة أن تحرم أشياء، أو أنها وردت بالحكم على أشياء بأنها مكروهة، فمن السنة أن تترك بعض الأشياء كراهة، وكذلك منها المباح. ويكون من رد الثابت الصحيح منها كمن رد القرآن. الثابت الصحيح من السنة نوعين: نوع الأول اللي هو المتواتر، وده رده حكمه كرد القرآن، وأما ما تلقته الأمة بالقبول فهذا رده يكون ضلالا وإن لم يكن كفرا كرد المتواتر. وأما ما كان من السنة فيه اجتهاد في ثبوته، فصحح بعض أهل العلم ثبوت الحديث وضعف بعض أهل العلم ثبوته، أو أثبته بعض أهل العلم ونفاه بعض أهل العلم، فهذا يكون مسألة اجتهادية لا يبدع فيها المخالف والمخالف ولا يرد قوله. ولا تكمل هذه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بكمال الحب له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين. نقرأ في كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة للشيخ ياسر برهامي حفظه الله في فصل الاتباع الجزء الثاني، كلام في غاية النفاسة في هذا الموضوع.
فيقول الشيخ حفظه الله: إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، والطريق الصحيح لمعرفة قضايا الاتباع هو ما سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. ولا شك أن منهج أهل السنة والجماعة يتميز بنقاط محددة في قضية الاتباع وقضية البدعة وقضية الاجتهاد والتقليد ومناهج الاستدلال على الأحكام. وإن كان هذا مبحوثا بالتفصيل في علم أصول الفقه، إلا أن هناك قدرا متفقا عليه ومجمعا عليه يميز منهج أهل السنة والجماعة كما بينه الأئمة رحمهم الله، وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة. يبقى هو بيقول لنا ان قضية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قضية من اصول هذا الدين، لان الركن الاول من اركان الاسلام هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فمقتضى شهادة ان محمدا رسول الله هو افراده صلى الله عليه وسلم بالاتباع. كيف نحقق قضية الاتباع؟ كيف نقيمها؟ قال: نفهم هذه القضية ونحررها ونعرفها كما عن طريق السير في منهج سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فأولا أدلة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لو أردنا أن نفهم كيف فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية، نذهب إلى البخاري رحمه الله فيما يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. ده الشاهد. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. تقول له: أنا حفظ القرآن كاملا من الفتحة للناس، قرأت يعني عن ظهر قلب، حفظت القرآن، ما فيش آية بتتكلم عن النامصة والمتنمصة. فقال ابن مسعود، وده مهم جدا استدلال ابن مسعود ده عشان نفهم الصحابة فهموا الآية بتاعت وما آتاكم الرسول فخذوه ازاي، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي يعني أنت حافظة قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى لعن النبي عليه الصلاة والسلام اللي ورد إلينا على أنه من قوله صلى الله عليه وسلم وليس قرآنا، ابن مسعود استدل بهذا اللعن، استدل بقول الله عز وجل وما أتاكم رسول فخذوه، على ثبوت هذا اللعن، وقال هو في القرآن. تمام كده؟ كذلك من الآيات التي تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني الله عز وجل ينفي الإيمان عمن رأى لنفسه حق الاختيار بعد ما قضى الله تعالى وحده، ولا بعد ما قضى الله تعالى أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا. فليس هذا من صفات أهل الإيمان. عشان كده بنقول إيه بقى في هذا؟ أبلغ الرد على منكر السنة الآيتين دولت أو المشككين في صحتها أو الذين لا يأخذون منها إلا ما وافق القرآن. يبقى دول ثلاث مراتب. في ناس بيقولوا مفيش حسنة سنة أصلا، في ناس بتشكك
في ناس تقول لا السنة هنقبل منها ما وافق القرآن فقط. قال إذ لا يمكن أن يحيلنا القرآن إلى مجهول أو معدوم أو مستحيل، فإذا كان ربنا بيقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه يبقى أكيد بيحيلنا على شيء النبي صلى الله عليه وسلم أتى به. طيب إذا كان ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يبقى أكيد في أمر هيقضيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس للمؤمنين منه بد وليس للمؤمنين منه اختيار. فالسنة لا يجوز الاستغناء عنها بزعم الاكتفاء بالقرآن. والطائفة التي تسمى القرآنيون هؤلاء ليسوا قرآنيين بل هم مبتدعون ضلال إن لم يكونوا زنادقة منافقين، وذلك لأن الذي يلتزم بالقرآن لابد أن يلتزم بالسنة لأن القرآن بيّن السنة وأمر باتباعها، فالذي يستغني عن السنة زعما أنه يكتفي بالقرآن ضال، بل من علم القرآن وجد فيه السنة. ويقول أيضا ولذا فإن التارك للسنة جملة ضال ضلالا مبينا، ونعني بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، ولا نعني به النافلة أي المستحب كما هو لاصطلاح الفقه الدارج عند متأخرين. كذلك من أدلة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وجوب اتباعه قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومعرفة فضله وقدره وكل ذلك ينبغي أن يكون مقدما في نفس المؤمن على كل أحد، يكون مقدما على أوامر النفس ورغباتها وإرادتها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وهذا حصر للاهتداء في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور اهتداء من غير طريقه ومن غير اتباعه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. يبقى رد القرآن ده رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بزعم الاكتفاء بالقرآن من أوسع أبواب الضلال. وفي الحقيقة كثير ممن أظهروا هذا القول هم زنادقة منافقون، بعضهم تنصر بعد ذلك وبعضهم يقف دائما في صف من ينتقصون هذا الدين، وبعضهم يأتي بما يشبه الدين الجديد، وهذا واقع رأيناه في واقعنا وفي بلادنا. وقصة الإمام اللي تبع الأوقاف اللي بدأ الأول معاه الأمر هنا عارفينه ولا مش عارفينه؟ أحمد عبد المنعم بدأ الأمر معاه الأول بزعم إن إحنا قرآنيين وإحنا بنكتفي بالقرآن بس، وبعدين وصلت في النهاية إنه زعم إنه نبي يوحى إليه، وللأسف الشديد بعض من كان قريبا منه يعني تابعه على هذا الباطل وهذا الكفر. يقول أيضا من القضايا المهمة أو المسائل المهمة في قضية الاتباع أنه لابد من تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته على كل أحد، وتقديم قوله على قول كل أحد. وهذه المسألة عظيمة الأهمية فيما يتعلق بمناهج الاستدلال ومعرفة الأحكام، فلا يجوز أبدا أن يقدم كلام إمام من الأئمة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم أحد عقله أو اجتهاده أو قياسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لا يقدم أحد قول إمامه أو قول من يتبعه أو يقلده على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الهدي أوسع من كلمة القول وأعم، لأن لها تشمل الأقوال والأفعال. ولا نعني بتقديم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام الجزم بأنها كلها واجبة، لأنها مسألة أصولية وقع فيها نزاع بين أهل العلم، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب أم أنها تفيد الاستحباب؟ والمسألة فيها كلام، وإن كان اللي رجحه الشيخ في الكتاب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يفيد الاستحباب
ما لم يقترن به ما يدل على غير ذلك. لكن يقول نقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل غيره، بمعنى نعتقد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل ولو لم يكن واجبا، ولو لم يكن واجبا. مسألة وأثر مهم جدا عشان الناس اللي بتقول هو أنت ليه تقول أقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول الأئمة، وفيه إمام هيخالف وهيقول وما كانش عارف قول النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر لكم ما أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأورده الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وقال الأرناؤوط رحمه الله صحيح الإسناد، وكذلك ذكره ابن القيم في زاد المعاد. قال عروة أي ابن الزبير لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ المتعة يعني أداء العمرة في أشهر الحج. فقال ابن عباس: سل أمك يا عروة. مين أم عروة؟ سيدنا أسماء رضي الله عنه. فقال عروة بيحاول يحتج على مين؟ على سيدنا ابن عباس. قال له: أما أبو بكر وعمر فلم يفعل. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر؟ وأردت برواية أخرى: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فانظر إلى هذا الزجر الشديد لمن قدم كلام أبي بكر وعمر، وهما أفضل بلا شك من كل من أتى بعدهما من الأئمة والعلماء، فما بالك بمن قدم كلام غيرهما أو اتبع مذهبا مخالفا لحديث صحيح عنده. ولذلك ثبت عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وبنفس المعنى قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، أي فتوى معينة يفتي بها سفيان أو قول معين يتبناه سفيان رحمه الله، ويكون فيه حديث ثابت على خلاف. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إن ترك بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه: دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سألوه عن أقوال الصحابة قال: دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن التابعين قال: هم رجال ونحن رجال. بس قبل ما تسمع كلمة هم رجال ونحن رجال من أبي حنيفة، سأل نفسك متى ولد أبو حنيفة، متى ولد أبو حنيفة رحمه الله ومتى مات. ولد عام 80 من الهجرة ومات سنة 150، يعني بيقولوا عليه من الطبقة السادسة، أدرك من الصحابة أنس بن مالك لما ورد الكوفة ولم يروي عنه، وأدرك صغار التابعين. فلما هو يقول عنهم التابعين هم رجال ونحن رجال، ما يجيش واحد بعد كده في الأعصار المتأخرة يقول إيه عن التابعين هم رجال ونحن رجال، لا، ده هو داخل ضمن القرون الخيرية. بقولك أدرك أحد الصحابة فيصدق عليه وصف تابعي ولم يكن روى عنه، لأن أنس بن مالك ميت 93، والإمام أبو حنيفة رحمه الله مولود سنة 80. فانتبه لمثل هذا. طب ده قول الأئمة الأربعة. السؤال هنا يا أخوانا، هو الإمام أحمد لما بيقول عجبت لمن عرف الإسناد وصحته كيف يذهب إلى قول سفيان، ما هو ده ما حدش يقدر يقول هو أنت بتتكلم عن الإمام سفيان إزاي وهو أحد السفيانين أئمة أهل السنة اللي وده فيه انتق، هو بينتقصش من قدر العلماء، لكن بيقول ما من عالم مهما جل قدره وارتقى إلا وله نقص ملازم له بحكم بشريته، صح ولا لا؟ فلابد يكون عندنا معيار ثابت الكل يتحكم إليه، الكل يتحكم إليه. ولذلك فمسألة تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في أقواله وأفعاله وهديه صلى الله عليه وسلم هو المعتمد عند كل علماء المسلمين.
بل لم يصرح واحد اصلا بخلاف ذلك، والا ده يكون خلاف كبير، خلل كبير جدا في قضيه الحاكميه، قضيه الحكم بما انزل الله، يعني تعرض ايمان صاحبها لزلزال شديد. طيب، من المسائل المهمه في قضيه الاتباع ان اتباع السنه واجب في الاصول والفروع، ويعنى بالاصول العقائد اللي يسموها اصول الدين، ويعنى بالفروع امور العمل. وده يبقى ما ينفعش نفرق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصول والفروع. هيتفرع على كده ايه؟ هيتفرع على كده ان احاديث الآحاد اللي هي ليست متواترة حجة في ابواب العقيدة، وده منهج اهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة. يبقى خلي بالك انت بتختلف عن المبتدعة في مصادر التلقي اهو بقى، في كيفية الاستدلال على الاحكام العقدية وكيفية الاستدلال على المسائل. هم يقولون لا نقبل من الأحاديث إلا ما كان متواترا في أبواب العقيدة، ويردون أحاديث الآحاد. وأهل السنة والجماعة مطبقون على أن أحاديث الآحاد متى ثبتت وتلقتها الأمة بالقبول أنها تفيد العلم النظري. طيب، عشان كده لما وقع النزاع في إثبات بعض صفات الله في أحاديث النزول أو غيرها، وأنكر العلماء، أنكر بعض المتكلمين هذه الأحاديث وقالوا ما سمعنا هذه الأشياء، إيه الحاجات دي، الأحاديث دي حاجات غريبة، فرد عليهم أهل الحديث وقالوا رواها الثقات العدول الذين رووا الأحكام. اللي انت بتصلي وتصوم وتتوضى وتقسم المواريث بأقوالهم، هم اللي رووا احاديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم، نزول الرب جل وعلا وصفات الرب جل وعلا التي وردت في السنه. وبعدين الصحابه رضوان الله عليهم لم يكن عندهم هذا التفريق بين المساله دي مساله اعتقاديه ولا مساله عمليه، انما كان عندهم ما اتاهم من النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والراس وهو واجب الاتباع. ومن الدليل على أن حديث الأحاد حجة بنفسه في العقيدة ما ورد في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لأهل اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا كان إقامة الحجة على بلد بأكملها، شعب بأكمله، بخبر واحد وهو معاذ، وكذلك ما ورد من إرساله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك الأرض كهرقل وكسرى والمقوقس، وذلك عن طريق أحد الصحابة، هذا دليل دامغ على أن أحاديث الأحد حجة بنفسها في الأصول وفي الفروع. مسألة تقسيم الدين أصلا إلى أصول وفروع مسألة اصطلاحية لا مشاحة في الاصطلاح، بشرط ألا يترتب عليها مسائل شرعية. يعني إيه لا يترتب عليها مسائل شرعية؟ يعني فيش منع تقسم الدين لعقائد وفقه واصول مسائل عمليه ومسائل اعتقاديه، اصول وفروع ماشي، لكن ما ترتبش على كده احكام من عند نفسك بقى. ما تقولش يبقى مسائل الاصول يقبل فيها الاحاديث المتواتره ويقبل فيها القران، ومسائل الفروع يقبل فيها احاديث الاحاد. كذلك من المسائل المهمه في قضيه الاتباع ان اتباع السنه واجب في الظاهر والباطن. وبهذا يرد على من اساء الادب مع الشريعه وقسموا الدين إلى قشر ولباب، وأهدروا جملة من الأحكام الشرعية ومن الأحكام التي وردت بها السنة فيما يتعلق بالهدي الظاهر، وتجاهلوا أن علماء المسلمين وأصحاب السنن والفقهاء تكلموا عن أبواب اللباس والزينة وأحكام الطهارة وما يتعلق بها. يعني انت انا استغرب اللي يقول لك ده فقهاء الحيض والنفاس. هو الحيض والنفاس ده مساله من مسائل الدين، مساله من مسائل الدين يعني. ما وبعدين يقول لك القشر واللباب وانتم شاغلين الناس ب يعني بامور قشريه ظاهريه. طيب، حجاب المراه يعني بيستدلوا طبعا بحديث ايه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم. فنسالهم، نقول هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ان تتبرج المراه وتدعي سلامه القلب؟ هل معنى ذلك أن يترك العبد الصلاة ويدعي سلامة القلب؟ على فكرة عوام المسلمين بيحتجوا بمثل هذه الأحاديث بسبب علماء السوء وبسبب بعض من ينتسبون للعمل الإسلامي
وعندهم كمية من التساهل وتمييع القضايا لا يعني يمكن احتمالها في هذا الباب. فهل يمكن لواحد أن يصلي من غير وضوء بزعم أن أهم حاجة النية الصالحة وأن المسألة يعني أنا بصلي هو أنا بعمل حاجة غلط؟ فبنقول لا يجوز الاقتصار على الاهتمام بالظاهر فقط، لأن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، كذلك لا ينبغي أبدا التهوين من شأن الأعمال الظاهرة، سواء بقى كانت في أمور اللباس والزينة، سواء كانت في أمور سنن الفطرة، سواء كان في أمور الطهارة وغيرها. من المسائل المهمة في هذا الباب تقديم النقل على العقل في الاتباع. واحد أتاه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري أو في مسلم، وهو عنده اعتراض عقلي على هذا الحديث، فيقول أنا لا يمكنني قبول هذا الأمر عقلا. نقول له طيب ما هو العقل المعتبر؟ العقل المعتبر الصحيح هو عقل أهل الإيمان إذا اتفقوا وأطبقوا، لأن الله عز وجل يقول إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول. أما الكفر والظلمة وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعقلون، ففي غير آية قال أفلا تعقلون. طيب يبقى المقصود إذا أطبق العقلاء من أهل الإيمان على أن هذا الأمر لا يمكن قبوله عقلا، فيبقى ده خلاص فعلا أمر مخالف للعقل الصحيح. لكن سؤال، هل وقع مثال واحد، مثال واحد، وإحنا بنقول ده باب التحدي للناس كلها، اتفق العقلاء على أنه لا يمكن أبدا وقوعه؟ وردت آية من كتاب الله عز وجل، أو ورد حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقته الأمة بالقبول كحديث الصحيحين، مش الأحاديث المختلفة الصحيح وضعف، حديث واحد تلقته الأمة بالقبول أو حديث متواتر في مصادمة للعقل الصحيح، عقل أهل الإيمان يتفقوا على قول إن ده لا يمكن قبوله عقلا ولا لا؟ إتوني بمثال. يبقى تقرير القاعدة أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض عقل صحيح صريح مع نقل صحيح. فالنقل الصحيح الثابت لا يمكن أبدا أن يعارض العقول المستقيمة المتزنة، لكن قد يأتي نقل، قد يأتي نص بأمر يحار فيه العقل ولا يدرك كنهه وأبعاده. وارد جدا طبعا، ويقع هذا من باب الاختبار والابتلاء التسليم. فده أمر، وإن أنت يأتي نص في أمر مستحيل قبوله عقلا ده أمر آخر، أمر آخر. لذلك قلنا من في قضية الاتباع مسألة تقديم النقل على العقل، كذلك تقديم الحديث على الرأي والقياس، تقديم الحديث على الرأي والقياس. لا يصح أبدا أن يكون في مسألة فيها خبر، فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنت تخالف وتقول لا لا يثبت هذا الحكم قياسا على كذا. العلماء بيسموا القياس ده إيه؟ بيسموه فاسد، فساد الإيه؟ فساد الاعتبار. ولكن ده فساد الاعتبار، أنت أصلا ما ينفعش تدخل في مرحلة القياس طالما أن ورد نص صحيح في إيه؟ في المسألة، طالما ورد نص صحيح في المسألة. أنت عارف القياس إيه؟ إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما هو العلة. طب أنت هتلحق الفرع بالأصل، إيه الأصل اللي هو إيه؟ إيه الأصل؟ إحنا نلحق فرع بأصل في القياس، ركزوا معايا، إحنا كان في القياس، فلما أقول إلحاق فرع بأصل يبقى مين الأصل؟ مسألة ورد فيها نص دي اسمها الأصل، هألحق بها مسألة أخرى في الحكم، يبقى المسألة الجاية الجديدة اسمها إيه؟ الفرع، مش كده؟ بجامع في الحكم، ألحقها بها في الحكم، بجامع بينهم، إيه اللي جامع بينهم؟ العل، حاجة مشتركة اللي هي العل. تخيل بقى أنت عمال تتعب نفسك في المجهود ده وعشان تعمل العلة في حاجة اسمها بقى تنقيح المناط وتحقيق المناط، موال طويل خالص في القياس ده، وده هو صنعة الفقهاء، وده مسألة لا يتصدى لها إلا من ترسخت قدمه في العلم،
علم بالأدلة والعلم باللغة والعلم بتفسير الآيات وتفسير الأحاديث والعلم بالنسخ والمنسوخ يعني والعلم بطرق الاستنباط وأحكام أصول الفقه يعني اللي بيسموه المجتهد يعني. تخيل بقى انك بعد ما تتعب نفسك التعب ده انت عمال تجتهد في مسألة وتقيس وهي فيها ايه؟ نص. يعني اضرب لكم مثال على كده، قصة ابن مسعود رضي الله عنه في بروع بنت واشق. ايه قصة بروع بنت واشق ديت؟ امرأة تزوجها عقد عليها انسان، خلاص تزوجها عقد عليها بس لم يبني بها، وبعدين مات. لا يا ربي، ده بروع بنت واشق ديت هي دي اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، على عهد ابن مسعود بقى امرأة قالوا جايبين له مسألة كده، امرأة اهي عقد عليها زوجها ولم يبني بها، ما دخلش بها، وبعد كده مات، ايه الحكم فيها؟ فقال لها الميراث وعليها العدة، ماشي كده؟ لها الميراث وعليها الايه؟ العدة. طيب هو جاب الكلام ده منين؟ هو استنبط الكلام ده، قاسه بحاجات تانية استنبط الكلام ده. فأتى بعض الصحابة قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا اسمها بروع بنت واشق في كذا 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 كذا. يبقى امتى بيعمد الصحابي الاستنباط والاجتهاد والكاس؟ لو مفيش نص عنده في المسألة. طب لو هو ابن مسعود من الأول عارف النص في المسألة ديت كان هيقولهم أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، عمره هيقول كده، صح ولا أخوان؟ يبقى ده معنى تقديم الحديث على الرأي والقياس. مدرسة الرأي اللي اشتهرت في العراق من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، المدرسة دي على عكس ما هو متبادر، لا، المدرسة بتعظم الحديث جدا وبتوقر الحديث وكل حاجة، لكن عندهم بعض الأصول اللي وضعوها وبعض القواعد اللي وضعوها اللي لما ساروا عليها خلتهم يقدموا بعض أو يعني يتجاهلوا أو يخالفوا بعض الأحاديث. في حقيقة الأمر هم القواعد اللي حطوها ديت قواعد فيها تعظيم للدليل برضو من وجهة نظر. أول مسألة إن هذه المدرسة لم يصلها كثير من الأحاديث، دي أول مسألة، فبالتالي عندهم مسائل كتير ما عندهمش فيها أحاديث، يعملوا فيها إيه؟ يجتهدوا فيه، صح كده؟ استعمل بقى القياس ويجتهد فيه على ما ورد عنده من أحاديث. تاني نقطة إن وردهم أحاديث في مسائل، ولكن ورد إليهم أيضا ما يعارض هذه الأحاديث وكانت ضعيفة، فممكن يكون رد العمل بالحديث الصحيح ظنا منه ثبوت هذا الحديث الإيه؟ الضعيف اللي بيعارض هذا الحديث الصحيح. هو حتى هنا بيضرب مثال بقصة مسألة مشهورة جدا، هي مسألة تحريم النبيذ المسكر كثيره عند الجمهور قليله يحرم، صح؟ النبيذ من غير العنب المسكر كثيره، دي المسألة، يبقى نبيذ من غير العنب يسكر كثيره عند الجمهور قليله حكمه ايه؟ حرام. طيب ليه؟ عشان عندك حديث صحيح مسلم كله مسكر خمر وكله خمر حرام، وفي الحديث الآخر عند أصحاب السنن ما أسكر كثيره فقليله حرام. هو إيه اللي خلاه بيخالفوا الكلام ده؟ حديث آخر عن شداد بن أوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب، وبعضهم قال ده تصحيف اللي شرح مسلم أبي حنيفة قال اسمه هو المسكر من كل شراب، هي بمعنى واحد خلاص. فلما هو اتعاملوا مع الحديث ده، الحديث ده الشيخ الألباني بيقول عليه ضعيف، أول شغلة عامة العلماء مضعفين الحديث مرفوعا وقالوا يصح ايه؟ موقوف عن أبي هريرة. طيب لما جه الحديث المرفوع ده عنده وظنه حديث ثابت، الحديث معناه نصه تاني حرمت الخمر بعينها، يعني لا تتباع ولا تتشال، خمر اللي هي ايه؟ في اللغة خمر اللي هي عصير العنب، قليلها وكثيرها. طيب والمسكر من كل شراب، طيب في شراب اللي هيسكر منه لتر، يبقى الكوبايه منه على هذا الحديث حكمها ايه؟ مباح، صح كده؟ الحديث ده مباح لانه المسكر من كل شراب، خلاص.
أولا الحديث ضعيف لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا الكلام، هو كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. خلاص، لذلك جمهور أهل العلم على إيه؟ على إن ما إذا شرب إنسان كوب من النبيذ المسكر كثيره من غير العنب ده قليل هو مش هيسكر، صح؟ حكمه عند الجمهور قالوا يحد، ودي أحد المسائل اللي ممكن يقام فيها الحد على واحد شرب ما يسمى خمرا في لسان الشرع يعني، ولا ترد شهادته ولا يفسق. ليه؟ لو كان حنفي متأول، واضح دي ولا لا؟ هو يقول لك انا ادين لله بكلام الاحناف ده ومتأول هذا الكلام، الكلام ده مردود عليه، فساعتها هيقيموا عليه الحد. ايوه هيقيموا عليه الحد، بس مش هي ايه، مش هيسقطوا شهادته، مش هيفسقوه، يضرب الشبهه. لا مش هيضرب الشبهه، هيقيموا عليه الحد، واخد بالك؟ لكنه هو عارف ان هو كده وعارف ان كلام الجمهور كذا، بيقول انا بس انا الكلام ده ما باخدش بيه، ما باخدش بيه، انت حر بقى ايه. لكن هم مش هيردوا شهادته، مش هيفسقوه هنا، مش هيفسقوه هنا. خلاص. طيب، كذلك من المهم جدا في هذا الباب تقديم الحديث على العرف. العرف معناه ما تعرف عليه الناس، فتقدم السنه ويقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على العرف. فمثلا تعرف الناس دلوقتي ان من الادب والذوق انك تصافح المراه لو مدت ايديها ليك، المراه الاجنبيه، ولا سيما اذا كانت المراه الاجنبيه لها مساس بك كزوجه العم وزوجه الخال، اللي كتير من عوام المسلمين ما يعرفوش ان هم مش محارم. هو العرف بيقول كده ان زوجه عمك او زوجه خالك لو مدت ايدها تصافحك، ان انت من باب الادب تصافح بنت عمك، بنت خالك، مديرتك في الشغل، مش عارف ايه، ولا سيما لو كانت صاحبه ست كبيره، او قلنا ست لها مساس بك بالطريقه دي. ده العرف. طب العرف ده خالف الشرع. الحديث ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه، حديث سيدة عائشه يد امرأة قط، وحديث أبي هريرة أن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، إلى غير ذلك، وحديث إني لا أصافح النساء في مسلم. تمام كده؟ يبقى هنا يرد العرف ولا يرد الحديث؟ ولا يؤبه بقى ساعتها يقول لك أصل أنت بتتزمت، أنت متشدد، أنت بتبصك في القشور. لا، هنا العرف مخالف لإيه؟ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جرى في عرف الناس حلق اللحية، يسمي حلق اللحية نظافة، زي ما بيحلق شعره يحلق لحيته. طيب نقول له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخاءها وإرجاءها، دي كلها حديث ثابتة في الصحيح. طب ليه أنت هتهون من شأن الأمر ده؟ كذلك يقدم الحديث على المصلحة المرسلة. ما ينفعش أنت تيجي في وقت معين تحتج بمصلحة مرسلة، يعني مصلحة شهد الشرع لجنسها بالاعتبار ولم يشهد لعينها بالاعتبار، وتهدر في مقابل ذلك نص شرعي أو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. على سبيل المثال، الفقيه اللي كان أفتى بعض الأمراء لما قال له أنا بفطر في رمضان، قال له إيه؟ قال له لا يجزئك العتق، يجب عليك صيام 60 يوم بس. طب هو ده ينفع؟ هو فعلا لو يجزئ العتق ده، اذا كان العتق ده هو اول ايه، اول امر، مش كده، اول واجب، امر في الواجب في الكفار. طيب ليه قال له كده؟ قال لك اصل ده ملك امير معاه عبيد كتير، كل شهر يعتق له 30 عبد وايه، ويفطر ال 30 يوم. هي دي لما تيجي توزنها بالعقل كده، دي مصلحه ولا مش مصلحه؟ عشان ما يعملش كده بس، هتهدر ايه؟ تهدر الحديث، تهدر الحديث اللي فيه ذكر الكفار، وصل يعني معنى احنا ما ينفعش. وهكذا رد قول بعضهم اللي قال بقطع لسان الشاهد الكذاب، قال دي عقوبه. طب ما هي دي عقوبه لم يشرعها الله عز وجل، اصل فيها مصلحه ان الناس تنزجر عن الكذب، سبحان الله. طب ما جنكيز خان كان بيحكم ان اللي يكذب يتقتل، محدش بعد كده يكذب خالص، مش بمزاجنا، دي احكام شرعيه وردت. وبعدين في مسألة تانية بتدخل بقى اللي اسمها ايه؟ تقييد ولي الأمر للمباح، أو رفع ولي الأمر للخلاف، اختار قول في المسألة فيها خلاف، واختار قول هترفع ايه؟ الخلاف فيه. فدي غير اللي احنا بنتكلم فيه هنا. تمام؟ برضو من المسائل المهمة في هذه القضية، قضية الاتباع، مسألة التعصب المذهبي.
يعني ايه التعصب المذهبي؟ عشان نعرف بس كده، التعصب المذهبي معناها التمسك بقول المذهب حتى بعد معرفة مخالفته للسنة. يبقى ما واحد يقول لك اصل في واحد عم بيستفتي اصحاب المذاهب ده تعصب؟ لا يا عم ده مش تعصب، العام ما هوش عارف ان المذهب خالف السنة. طب واحد طالب علم وبيتعلم في المذهب وشايف ان لم يرى ان الامر ده خالف السنة، يبقى ده ما اسموش تعصب مذهبي. تاني، تعريف التعصب المذهبي التمسك بقول المذهب حتى بعد معرفته مخالفة السنة، خلاص، والتكلف في تأويل هذا القول مع بعده. أما التعلم من كتب المذاهب مع الالتزام بأصل الاتباع فعليه جرى عمل الأئمة العلماء، فالتمذهب جائز كحكم شرعي وليس بلازم، وجوازه مشروط بعدم التعصب. وده طبعا هو القول الوسط في مسألة التمذهب، لأن بعض العلماء قال بوجوبه وحرمة الخروج عن تقليد الأئمة الأربعة، وبعض العلماء قال بحرمة التمذهب مطلقا، وقالوا بقى إحراق كتب المذاهب وإن ده سبب التعصب وغيره، ده قول متأخر. والقول الثالث وهو إن التمذهب جائز بشرط عدم تعصب من يتعلم على المذهب، ولا يقدم المذهب الذي يدرسه على السنة إذا ظهر له الدليل. من مسائل هذا الباب لابد أن نعلم أن السنة التي ندعو الناس إليها هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كذلك لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ السنة، فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طيب، يعني دي كانت بعض المسائل الهامة الخاصة بقضية الاتباع، ويبقى بقى هناك قضية هامة جدا ولكن لها تحتاج إلى بحث مستقل، وهي قضية البدعة. فمخالفة السنة توقع في الإيه؟ توقع في البدعة. نقف عند هذا الحد واستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.